السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي متابعي قناة زراعة أونلاين. النهاردة في درس جديد من دروس زراعة أونلاين، هنتعلم النهاردة طريقة تكاثر نبات الفل وإزاي نعتني بيه. طبعا نبات الفل حضراتكم كلكم عارفينه نبات مميز جدا، بتميز بالرائحة بتاعته، الرائحة اللي هي الجذابة. نبات يعيش في التربة الرملية أو اللومية، يعني لو عندي مثلا قصيص احط فيه تلتين رمله على تلت طمي، عشان هو بيتاثر بكثره الميه، ممكن يحصل جذور تعفن وما بيتاثرش بالجفاف، بيقاوم الجفاف. نبات ممتاز جدا، دائم الخضره، ينفع يتعمل له تكاثر طوال فصل الخريف وطوال فصل الصيف، وايضا خلال اوائل فصل امشير يتعمل له تكاثر، اللي هو شهر واحد وشهر اتنين بيتعمل لنبات الفل تكاثر، يعني يعتبر طول السنة بيتعمل لنبات الفل تكاثر حسب ظروف معينة، بنهيئ له ظروف معينة. النهاردة هنتعلم ازاي نعمل تكاثر لنبات الفل. اولا نبات الفل بيتكاثر بطريقتين، بطريقة العقلة الطرفية والعقلة الوسطية اللي هي الغض. طبعا احنا بنشتغل عندنا هنا في المشتل بطريقة العقلة الطرفية، او زي ما هوري حضراتكم بالطريقة دي. هاخد طرف القمة النامية 5 سنتي وهروح قص، دي اسمها عقلة طرفية اللي هي اعلى القمة النامية، وابدأ اشيل منها الورق، اخلي ورقتين بس تحت، اخلي ورقتين بس فوق عفوا، بالطريقة دي. عقلة تانية قدام حضراتكم علشان تعرفوا، بالطريقة دي، وابدأ اشيل الاوراق اللي هي السفلية وابدأ اغرسها في التربة. زي ما قلت لحضراتكم تربه لوميه طاميه على رمله، ونسبه الرمله فيها تكون عاليه لان الفل بيحتاج تربه جيده للصرف بالشكل ده. نبات الفل ممكن يتسمد بسماد ال ان بي كي عشان يظهر، ويتسمد بالسباخ البلدي او السماد البلدي. هبدا اغرس العقله بتاعت زي ما حضراتكم شايفين، استنى لعندي التربه ما تجف تماما وتتشرب الميه. بالشكل ده عشان وقت حضراتكم، هبدا اغرس العقله بتاعتي. هجيب كيس زي ما حضراتكم شايفين، تمام، وابدا افتح فتحه صغيره جدا في الكيس من فوق او فتحتين علشان التهويه وعشان ما يحصلش تعفن للنبات. وهجيب القصيص اللي انا زارع فيه العقله بتاعتي وابدا اغطيه بالكيس. بالشكل ده، وهاتني الكيس من تحت عشان اقفل على العقله بتاعتي، احطها في مكان بتصل لي اشعه الشمس لكن مش ضوء مباشر، وكل 3 أو 4 أيام افتح على الكيس واديله الميه اللي هو عايزها على حسب الحاجه، الري بتاع العقله على حسب الحاجه. لمده 21 يوم هيبدا يطلع براعم جديده ويطلع مجموع خضر جديد، كده اعرف ان العقله بتاعتي اشتغلت وعملت بذور. من 21 يوم لشهر، ويستحسن نخلي العقله في القصيص لمده شهر عشان اضمن عمليه التجذير، وابدا اشيل الكيس واعرضه للشمس تدريجيا بحيث ان هو ما ياخدش شمس مباشره مني على طول، فتبدا يحصل تلف لنبات الفل. نبات الفل لو حصل فيه حاجه في الورق، تعفن او الورق كرمش معانا، او حصل فيه حاجه زي الكرمشه كده في الورق، برشه بحاجه اسمها الملاسيوم، بسمده بسماد ان بي كي شهريا علشان التزهير ان بي كي متعادل 20 20 20 عشان عمليه التزهير. لو في اي حاجه خاصه بالفل او نباتات الزينه عامه اكتبوا لي في التعليق. لو عجبكم الفيديو اعملوا شير وسبسكرايب للقناه علشان تدعمونا ويوصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.